ورحمة الله وبركاته. عواد وأوباما يودعان بن شرقي ونجم، هتوحشونا، ربنا معاكم في اللي جاي. وجه ثنائي الزمالك محمد عواد ويوسف أوباما رسالة خاصة إلى المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد ونجم بعد رحيلهما عن القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولة كأس مصر 2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف. وكتب محمد عواد عبر حسابه على انستغرام: هتوحشوني جدا، بالتوفيق ليكم اخواتي. بينما كتب اوباما: هتوحشوني جدا، ربنا يكرمكم والتوفيق لكم فيما هو قادم. كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح. بهذه العبارة ودع المغربي أشرف بن شرقي جماهير نادي الزمالك في رسالة طويلة معلنا ختام مسيرته داخل جدران القلعة البيضاء بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في سجلات شرف فرسان ميت عقبة، حيث كانت آخر إسهاماته التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف. ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي اعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019 قادما من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت. وشارك بن شرقي مع الزمالك في 111 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 27 هدفا آخر لزملائه بالفريق. وعلى مدار مسيرته الكروية لعب بن شرقي لأربع أندية مختلفة بخلاف نادي الزمالك. وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في نادي المغرب الفاسي، حيث شارك معه في 48 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أهداف.